هروح مباشرة إلى زميلي العزيز محمد توفيق مراسل قناة الأهلي من ملعب الأهلي والسلام عشان نتعرف منه على آخر المستجدات والجديد داخل أرضية الملعب قبل موعد المباراة بحوالي 3 ساعات ونصف. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا محمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي الترند في كل مكان. عايز أعرف منك أخبار الملعب، التحضير، التجهيز. هي مباراة دجلة، هو المسؤول عن تنظيم المباراة، فما رأيت وما شاهدت في ملعب الأهلي والسلام؟ بالفعل زي ما ذكرت محمد، يعني المباراه مباراه وادي دجله صاحب الضيافه النهارده، لكن وادي دجله بيلعب مباريات وهو الاخر هنا في ملعب الاهلي والسلام. يمكن مشهد اكثر من رائع داخل النادي الاهلي هنا. يمكن الاداره التنفيذيه القائمه على الملعب هنا هي شركه السادات الوطنيه، مجهود اكثر من رائع. يمكن اهم حاجه او اهم ملاحظه في ملعب المباراه النهارده هي درجه الحراره المرتفعه، بتتكلم في 40 درجه مئويه الان، ودلوقتي احنا بنتكلم الساعه 5:30. يعني ان شاء الله يعني نامل انها على بدايه المباراه ان شاء الله ان درجه الحراره تكون وصلت 30 درجه مئويه او 29 درجه مئويه باذن الله، علشان الجو يبقى افضل في اثناء المباراه. لكن هي الشكوى اللي هتبقى يعني الاكثر شكوى في المباراه هو كمان درجه الرطوبه هنا مرتفعه جدا في مدينه السلام. فنامل يا رب ان شاء الله ان الجو يتحسن. يعني احنا بنتكلم في 3 ساعات ونص، ان شاء الله على 9 يكون الجو افضل. يمكن الاداره التنفيذيه زي ما قلت لك هنا في الاستاد قامت برش الملعب. احنا بقالنا هنا مثلا ساعتين، الاستاد اترش فيهم مرتين، لكن يمكن في صور هتوصلك لارض الملعب. ارض الملعب يعني اكنها ما اترشتش، لان درجه الحراره فعلا عاليه جدا. يمكن كمان كانوا حريصين على رش تراك الترتان، لان فعلا زي ما قلت لك درجه الحراره مرتفعه جدا، نسبه الرطوبه كمان عاليه. لكن الاستاد زي ما بقول لك ارضيه الملعب بالمدرجات بجد يعني مفخره من استاد الاهلي والسلام، حاجه تشرف. يمكن كمان يعني هي نقطه ايجابيه للنادي الاهلي ان المباراه وان كانت مباراه وادي دجله، ولكن هو ده ملعب النادي الاهلي اللي بيخوض عليه المباريات في الفتره الاخيره. يعني زي ما شفنا النادي الاهلي بيبقى اكثر اريحيه هنا على ارض ملعب الاهلي والسلام، وان شاء الله نتمناها مباراه قويه، خاصه زي ما احنا بنقول يعني الناس كتير بتتكلم النادي الاهلي 4 مرات ورا بعض مع اخر 4 فرق في الدوري، هي مش ميزه، ده هي يعني زي ما بنقول حاجه صعبه جدا تتكلم في 4 فرق. الامل الاخير ليهم كلهم للبقاء كان قدامك في المباراه المؤجله، يعني زي ما بنقول المباراه اللي بيزيدوا فيها عن الفرق الاخرى اللي بتحاول او بتصارحهم على البقاء، من البنك الاهلي، بعدها الانتاج الحربي، اسوان، والنهارده وادي دجله زي ما بنقول في المركز ال17. فنامل ان شاء الله ان النادي الاهلي النهارده بالمجموعه اللي موجوده تقدم مباراه اكثر من رائعه، خاصه في ظل تحضيرات وادي دجله وتاكيدات المدرب المباراه النهارده وتعليماته للفريق. يمكن الفريق اخر مباراه خاض وادي دجله كانت يوم 5/7، بقى لهم شهر تقريبا ما خدوش اي مباراه، لكن كان في معسكر مغلق خدوا فيه مباريات وديه كتير. كابتن عبد الباقي جمال المدير الفني لفريق وادي دجله اتكلم مع اللاعبين واكد على الاداء الجماعي، قال طبعا مباراه النادي الاهلي مباراه كبيره وصعبه، والنادي الاهلي بيطمح كمان انه يوصل للمقدمه وصداره الدوري في هذه المباراه، ولكن سلاحنا النهارده في مواجهه النادي الاهلي هو اللعب الجماعي، وان احنا نتماسك يعني باكبر عدد من الدقائق في المباراه في نتيجه التعادل، ان هم يحافظوا عليها للخروج باي نتيجه ايجابيه امام النادي الاهلي. لكن طبعا نتمنى التوفيق للنادي الاهلي وحظ 3 نقاط تضعه في مكانه الطبيعي على المقدمه. محمد، تقنيه الفيديو موجوده، كل الاجراءات الخاصه بالمباراه، تسير على ما يرام محمد لغايه هذه اللحظات. حالا في اللحظات اللي انت بتكلمني فيها يمكن زملاء في التلفزيون المصري بيتم وضع الكاميرات، وفي اماكنها المخصصه ليها بيتم عمل التستات سواء للكاميرات اللي هتنقل المباراه او كمان الكاميرات المخصصه لتقنيه الفار. خلال يعني زي ما بنقول ساعه بالكثير جدا هيكون حكام الفار موجودين وحكام المباراه بقياده كابتن ابراهيم نور الدين، ويتم التاكد واختبار كافه الاجراءات داخل الملعب هنا وخاصه تقنيه الفار. وزي ما ذكرت التحكيم محمد، اتمنى ان شاء الله التوفيق لطاقم التحكيم، لان لو تتذكر مباراه الدور الاول كان فيها كثير من الاخطاء التحكيميه، وده يمكن اللي خلى وادي دجله يخرج بنتيجه التعادل، وكانت اخطاء واضحه جدا للجميع والجميع اكد عليها. فنتمنى ان شاء الله النهارده ان يكون طاقم التحكيم يعني يكون موفق ويعطي كل فريق حقه، احنا مش عايزين اكتر من كده. شكرا جزيلا زميلي العزيز محمد توفيق من ملعب الاهلي والسلام، وتفاصيل خاصه باستضافه الملعب لمباراه دجله والاهلي. بالمناسبه يا جماعه، قبل ما اروح لترند الاهلي، ملعب الاهلي والسلام مصنف تصنيف اول ضمن الملاعب الافريقيه اللي ممكن تستضيف مباريات تصفيات افريقيا او تصفيات كاس عالم او حتى مباريات نهائيات في دوري الابطال او كاس الكونفدراليه، ملعب على اعلى مستوى.